دلوقتي الوصفة التانية بقى خطيرة. هنعمل طاجن مسقعة بلدي يا جماعة، يجنن وسهل جدا، مكوناته كلها عادية خالص. دايما احنا بنعمل بقى مسقعة باللحمة المفرومة، مسقعة بالبشاميل، مش عارفة ايه، لكن يبقى الأصل هو الطاجن الجامد ده. سيمبل جدا، مكوناته كلها عادية، يتاكل لوحده، يتاكل طبق جانبي جنب أكل، ينفع في الغدا وينفع في العشاء، حاجة كده تجنن. ايه بقى المقادير؟ معايا بتنجان رومي، طبعا احنا عشان الوقت انتوا عارفين وما نقعدش نقلي بقى ونحمر، انا بعمل سكيب كده، بفوت الحاجات اللي هي العاديه اللي احنا عارفينها. انا معايا حلقات البتنجان المقليه، عايزه تشويه يا سلام يبقى افضل بكتير، بس بصراحه عشان يبقى طعمه حلو كده شبه اللي كنا مثلا بناكله واحنا صغيرين من ايد تيتا والكلام ده، يبقى البتنجان مقلي في الزيت. فدي شرايح من البتنجان الرومي، اترش عليها الاول رشه ملح، وحطينا عليها مناديل مطبخ وركناها كده دقيقتين عشان تنزل اي ميه منها، الملح بيطرد الميه من البتنجان، فنقدر ايه نديله تحميره كده في الزيت. عايزه تعفريه تعفيره خفيفه بالدقيق قبل ما تنزليه في الزيت، هيبقى برده ظريف، عشان لو في اي ميه الدقيق برده ايه يمتصها، بس تعفيره خفيفه مش تحطيه في دقيق كتير. ومعانا فلفل برده اخضر متقطع، حلقات الفلفل الرومي الاخضر برده مقلي مع البتنجان. تمام، هنحتاج بقى ايه؟ نعمل بقى دقه كده حلوه نغرق بيها الكلام الحلو ده قبل ما ندخلها الفرن. عباره عن ايه بقى؟ 4 فصوص من الثوم المفروم، 3 حبات من الطماطم اللي متقطعه مكعبات صغيره، ملح، فلفل اسود، نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ونص معلقه صغيره من الكمون، رشه سكر خفيفه جدا، معلقه كبيره من الخل، وبقدونس مفروم، وبس. كل اللي انا قلته ده هيتحط على بعضه، وبعدين نسقي بيه بقى شرايح البتنجان والفلفل والطماطم اللي هنرصها في البايركس، وتدخل الفرن ياخد له تشويحة خفيفة. يبقى عايز بقى عيش بلدي سخن كده طازة، ومش قادرة اقول لكم بقى، محدش يكلمني بقى. وانا كمان بحب اعمل حاجة، بحب اعمله سندوتش، مش عارفة يعني، بمسك بالشوكة كده البتنجان مع الفلفل واقوم حاطاه في الربع رغيف كده اللي هو السخن ده، واقعد اكل بقى ما بشبعش منه ابدا. ان شاء الله يا رب الوصفه تعجبكم، واحنا طبعا على الهوا، والارقام التليفونات هتنزل لكم حالا. ببقى سعيده جدا بكل تليفوناتكم، كلمونا ونورونا في الحلقه النهارده ان شاء الله. هطلع بوله كبيره كده حلوه، ولا نخليها صغيره علشان المكونات مش كتير اهو، ونجيب الاسباتيولا الحلوه دي، واحط بقى المكونات اللي انا قلت لكم عليها. هنحط الثوم اهو، والكزبره، والكمون، كزبرة وكمون، ملح وفلفل، ملح، فلفل، معلقة كبيرة من الخل، قلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. زي ما قلت لكم هنحتاج بس ايه رشة سكر خفيفة، بس انا عايزة ازود الخل كمان كده، بس كده، ورشة سكر خفيفة، وبقدونس. ان شاء الله نعمل حلقة مخصوص لمروان فيها شوية افكار كده حلوة للحاجات اللي هو بيحبها. مطلع عين مروان، مطلع عين مامته، كلنا العيال مطلعين عينينا، ربنا يهديهم. بس انا عايزة اقولك على حاجة، يعني برضو نصيحة اخت، يعني ما تقعديش تجري وراه وتلح عليه في الاكل، سيبيه لما الجوع يقرصه هياكل اي حاجة. انا بقول لك عن تجربة، انا جايلك من المستقبل وبقول لك بجد، نقعد نجري ورا العيال وياكلوا وما كلوش وبتاع، واضطر في الاخر ان انا اخضع لطلباتهم من اكل من بره، ولا برجر مش عارفه ايه، ولا الحاجات اللي مش صحيه. لا، هيتعود على كده، عارف ان هو اللي بيضغط عليكي وهو اللي بيقرص، فانت بقى هتضطري توافقي، وعشان الله انت بقى هيصعب عليكي وعايزاه ياكل. لا، جربي بقى كده البرود بقى، مش عايز تاكل يا حبيبي خلاص براحتك، هو لوحده هياكل، خليكي انت اقوى منه، انت اللي تعوديه على طريقتك مش هو. واحنا هنعمل حلقه لمروان برضو ان شاء الله. البتنجان المقلي هنحط راق كده من تحت اهو، وكم واحده كده من الفلفل، شويه طماطم كده، وناخد من الخلطه الحلوه دي ونحط كده، ونرجع نعمل نفس الحكايه تاني، رق بتنجان كده، مسقعه بلدي جميله بالشكل ده،
وبرده معانا شويه فلفل، فلفل رومي مقلي، وطماطم زي ما اتفقنا. الطماطم لما تدخل الفرن بقى هتدبل ولسه كمان هتنزل بقى ميتها. وناخد برضو من التتبيله الحلوه دي نحط عليهم كده اهو، ونعمل اخر حاجه برضو نحط كده فلفل هنا كده اهو على الاطراف كده، وناخد البتنجان الظريف ده مع شويه برضو كده من الطماطم بس كده، ونحط اخر حبه كده. طبعا مش محتاجين نحط زيت ولا حاجه لان احنا اصلا محمرين البتنجان والفلفل في زيت، فمش طالبها بقى ايه يبقى حاطين دهون كتير بس كده. وعلى شكلها اللذيذ الحلو ده هتدخل فرن سخن درجه حراره 200 في الرف اللي في النص 10 دقائق ربع ساعه بالكتير، تاخد وش بس كده خفيف، وكل المكونات برضو والطماطم تبتدي تنزل ميتها والحاجات دي كلها تظبط كده، يبقى معاكي طاجن مسقعه بلدي روعه. زي ما قلت لكم حضروا بقى عيش بلدي كده سخن طازه وبالهنا والشفا. سموره جابت لكم اللي احنا عملناها مع بعض قبل الهوا تحفه، جربوها كده وقولوا لي ايه رايكم، بالف هنا وشفا ان شاء الله.